اهلا وسهلا فيكم من مطبخ الدار. طبعا الوصفه الثانيه هي عندنا سلطه، السلطه مكونات السلطه، خلينا نشوف المكونات على الشاشه. عندنا سلطه السبانخ، المكونات سبانخ، بصل احمر، عندنا علبه طماطم شيري، عندنا واحد علبه روب، عندنا زيت زيتون، عصير ليمون وصنوبر. اول شيء نحط التاوة على النار، نرفع الحراره على سبه نقلي الصنوبر، ناخذ عندنا صحن التقديم، وعندنا هني السبانخ، ناخذ السبانخ نفس ما شايفين بالطريقه هاي، نحط السبانخ ومن بعدها ناخذ البصل شرايح رفيعه دائريه، نحاول نشيل القشر اللي عليه، نفتح بس شايفين الطريقة هاي قد ما نقدر، نحاول ننعم أو نعمله على الجهاز التنعيم للبصل. نحط الصنوبر هني، رشة الصنوبر، نحاول نحمسهن شوي ما نغفل عنهن. عندنا البصل نضغط عليه من فوق بس ما شايفين، ونطلع البصل بالطريقة هاي، نحاول نخلط مع بعض. عندنا هني طماطم نحطها معاهن، عصرة ليمون، زيت زيتون، ونحرك شايفين السلطة بالطريقة هاي. عندنا ملعقتين او ملعقه من الروب، وناخذ عليها رشه من زيت زيتون هذا الخفيف، يكون طبقنا جاهز. شوفوا ويانا الطبق الثالث اللي بيكون الطبق الرئيسي، خلكم وياي.